وهل يتخطى الخطيب الرجال إلى النساء ليخصهم بموعظة؟ ذلك هو السنة. إذا بدأ للإمام أن يخص النساء بموعظة أو بتنبيه أو تعليم خاص فله أن يأتيهن، ولكن ينبغي أن يلاحظ في هذا الخطيب أن يكون شيخا مسنا وألا يكون شابا، لأن في هذا الاقتراب من النساء ما قد يثير فيه شيئا من الحركة النفسية التي لا تليق بالمسلم. ومعنى ذلك أن إتيان الخطيب إذا النساء يخصهن بموعظة إنما يلاحظ فيه أن يكون قد جاوز سن الفتوة وخالط سن الكهولة إن لم نقل الشيخوخة. هذا نلاحظه وليس منقولا، وإنما يؤخذ من باب سد الذرائع. نعم.